سيتجه قيادة الحزب إلى رئيس الجمهورية بعد ما صار رئيس كل التونسيين دليل ضعف قيادي داخل نداء تونس، وما زال في حاجة إلى تدخل من قبل رئيس الجمهورية باعتباره رئيس تاريخي للحزب. صحيح. وهذا راهو نقطة ضعف في داخل صحيح. هذا الحزب. صحيح. وهذا مش معقول. صحيح. إلى حد الآن يستمر حزب إلى هذه اللحظة ينتظر من رئيس الجمهورية، ثم يصبح الحديث عما يعني نداء تونس يعني كل التونسيين. حتى لم يلعب كان ممكن هذا يقوله في اجتماع داخل الحزب سيعلن عن مفاجأة. شو يهم فيها الشعب التونسي المفاجأة هذه؟ شي ناحية حافظ يطلع فوزي اللوم يهبط هذا فلان، عنده حتى علاقة به الموضوع هذا؟ قالش قلت لك دليل زاد عدم نضج في القيادة السياسية ونوع من المراهقة السياسية اللي موجودة. ثانيا خلنا نعطيك المعركة مش صحيحة، لا روافد ولا قضايا كبرى، ثم معارك تحولت إلى معارك شخصية. ونشوف السباب اليوم يتهم مدير الديوان الرئاسي من قبل نفس قيادي الحزب كونه يوظف الدولة لخدمة صراعات داخل الحزب، هذا مش معقول وهذا يتقال. يتهم حتى حافظ قايد السبسي نفسه، أنا شو فيها الانتقادات؟ مش يتهم حافظ قايد السبسي كونه يقوم في انقلاب باعتباره قياد داخل نداء تونس، لا باعتباره ابن الرئيس، يعني يقع إقحام رئيس، علاش كنت تعب التوانسة؟ مرة يقحم رئيس الحكومة من قبل قيادين داخل نداء تونس ولا يقحم رئيس الجمهورية؟ وقت تقول أنت هذا يتكلم باسم رئيس الجمهورية، كلاش هو مش القضايا هذه مرهقة للدولية؟ لا لأنه هذا حافظ ابن باجي قايد سبسي ولا كذا، كأنه ابن رئيس مش قيادي داخل نداء تونس، اكتشفوه جديد بصرف النظر وسيع. هذا موضوع